السلام عليكم يا شباب ويا بنات، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اكمل اليوم لعبة ليتل نايت ميرز 2. بسم الله نبدأ استئناف اللعبة. ايوة جينا هنا اخر مرة. يمديني اتعلق هنا؟ يلا يمديني. اوه بس ما اتوقع اجي هنا، يمكن اكمل. اكيد اسحب هذا. ما شكله مطبخ، يمكن مطبخ المدرسة هذا، كافيتيريا المدرسة. لا اوكي مطبخ دايكو، يطلع لنا الطباخين الاثنين هذولاك. دا تتذكرون في الجزء الاول في طباخين اثنين منتهى الرشاقة كانوا يلاحقون في الجزء الاول. انا جزارة هذا صار سفاح. طيب ما يركب. طيب مديني اجر. اوكي هنا. اوه ما انتبهت. المفروض يمكن اخذ سلاحي وياي. تعال. لا من شوي لعبت احسن. لازم التوقيت. لازم يعني اذهب الملاص هذا. ايش كان ما يمديك؟ او تستدرجهم مثلا. لا لا مجرد تطلع صيدوك. الله صعبة هذه. هم لو يعيدوك من انك يعني تقتلهم شوي اسهل. ما يمديك تدخل بها. Thank you.
اشوف له طريقه. حلو هالحركة، أتنكر كأني واحد منهم. أوه حلو، أنا واحد منكم فيك. يا سلام، إيه تخيلوا أقاتل كل هذول، صعب. شاغبين هالمدرسة عكاريت، طلاب هالمدرسة عكاريت، مدرسة عكروتية. خلصنا منها. والله يعني المدرسة اللي شفناها صراحة تصلح لها مدام هالطلاب بهالشر هذا. تعلق على الليت. يا الله كيف الحين؟ لازم افصخ الراس. عشان تعلق على الحبال. اوه لا من هنا. هذا هو وجهه. ما ادري ليش مغطي وجهه بكيس. يعني ما ادري ايش قصته. يعني ما الذي يدفعه انه يغطي وجهه. اتوقع لازم ارمي على هذا. طيب ما بدي اخذ هذا. اوكي هنا. وجه هنا. بعدين على هذا. لا. مفروض على توقع على الحبال المفروض. بس ما ليش ما تعلق. طيب يمدي هنا مثلا. لا يا ربي ما ليش فلت. هو لازم اضل على الار تي، لازم اضل يعني ضاغط عليها.
اوكي طيب يمديها مثلا لو نطيت هنا ما ينزل طيب ليش ما يمدي او يمكن هنا ايوه صح لازم اروح على الاخير هنا اوكي الحين عادل وش صار؟ أتوقع هذا اللي أرميه هنا كل ده عشان هو لازم صح شيء المدرسة شكله ايه ومراقبة ما يمدينا نطلع وش تسوي هالمجرمة كأنها تاخذ يمكن امخاخ الاطفال لان انا كأني اخذت مخ خلني اجي هنا سكتين والله شكلها تاخذ امخاخ الاطفال سكر الباب شوي شوي تحقيرة مثل المعمل يمدينا اجي من هنا ايوه اوف شهادات يا لاتينا يمكن لازم اركب اتوقع لازم اركب لان حاطين لك انا حارس الدور واركب هنا خلني أكمل بس ما يمديني نط المشكلة لازم يعني أكون على الطاولة هذه أتوقع عشان اتوقع يمدينا من هنا بس خلنا نشوف ايوه فرصتك يا
ما احقرها. لا جت. شوف ما غيرت حركتها الا يوم انت ركبت. خلنا ناخذ حاسة الملعونة. زين ما تشوفك هنا. أيوة هالشكل. حركة نادرة هذه. شيء بعد لا كيف أخطأنا. زين عادنا من هنا. والله حسيت انهم يعني بيجون عشان في لاتر مساحه. اصحاب الرؤوس الخزفيه كاريت. لا زين حطوا سيف في خدع الموضوع. الأطفال العكاريت. شوف ايش مسويين معلقين واحد. حسبي الله عليك. ايش ضرب؟ ضرب شيء منعك انه هالحواله. ها
أكسره. وشو هذا؟ أوه خوي هذا اللي كان ويانا. أوه لا يكون مات. لا لا هاي مسوينا رهينة. ما أدري إذا هو هذا الولد نفسه اللي في الإضافة أو واحد ثاني. أخيرا صار معانا أنقذناه. والله نسيت إن قبضوا عليه. يا حلو رجع الكوبريشن الحين. يعني تتوقع الحين نتوقع الغاز فيها كوبريشن. دخلنا إلى المبنى الثاني. مدرسة كبيرة صراحة. ما عندك تتعلق؟ تعزف على كيف أركب عليها؟ أو نندفها مثلا. أوه في شيء هنا. والله ما انتبهت. أنا مخلينها مظلمة. ما أدري أقوي السطوع شوي عشان الواحد يشوف. طيب وش صار؟ ركب هذا. زين يا جميل وقتي أبغى وقتي. يا أيوة أبنى سكر سمع العمل ما ينط زي الناس. شوف هنا. أيوة لا 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 بعيد عن والدينا. اوه هذا والله مش كذا بس ان نطيت يعني صادني. قبعات انا ما عندي كسر هذا. اوكي مالي اللي اجي هنا يعني. هذا يستنونك. هني المشكلة.
ممكن تجي من هنا. لا ما يحس ذاك هو. والله حاسس. بس كيف ترجع؟ أو تأخذ شيء؟ أو تأخذ شيء؟ تبط راسه. يا سلام. بس ايش تسوي الحين؟ أو يمديك أوكي لا يمديك تأخر. كيف ما يمدي؟ اوه يتعاوني كيف والله مظلم عندي. اوه يبقى لنا شوي شوي عشان ناخذ المطرقة ونبط راسه. ايوه كفو حلو والله قام بالواجب. نروح فوق. اوه لازم اساعده. اوكي يلا تعال ساعدني.
اوه تعزف موسيقى الملعب، يعني مرهفة الاحساس. صادتك صادتك. انا فكرت هذا يمدينا نمشي عليه. هذا أحرك هذا مع الموسيقى. لما تسكت أوقف. اسحب هذا اصعبه، غادي اسحب هذا بس استنى وهي تعزف. كيف دخل راسه؟ راس راسته؟ اللحظة الأخيرة. سبي الله عليه. دخلنا داخل. توحش يعني هذا. وانا جونا بأعجوبة. المكان هو ما في باب والله. رهيب المناظر في اللعبة.
مديك تحركه هذا. بس هنا هذا حد لك. ما يمديني أسكر ولا. طيب خلنا ندفعه عشان يتسكر، لأن أنا أبغى يتسكر. أيوة صح عليك، الحين تعال. حلو حلو. لا ما بي هذا الأزيحة زيادة، ويمكن أجيبه هنا أصلا. أيوة حد بحد. كان مكان جديد. ماذا طلعنا من المدرسة خلاص؟ بيكون هذه سيكس، لأن هذا لباس سيكس اللي في الجزء الأول، هذا لباس النطر. والله يمكن يكون هي دي سيكس، يعني قبل لا تصير أحداث الجزء الأول. والله شيء صادم إذا هي سيكس. لا قصة اللعبة تحتاج لواحد شوف وش الموضوع، لأن دي الحركة كأنهم يقولوا لنا هي هذه سيكس. يعني يمكن أحداث هذا الجزء قبل الجزء الأول، يمكن هو. أنا والله ما يعني تعمقت قصة الجزء الأول، بس كانت في نظرية وحطيتها، يعني سويت لها مقطع صوتي قديم في عام 2017 تكلمت عنه. ليش ما ينسحب؟ سالفة على فوق. والله صدمة كبيرة ان هذا اللي انا هو سكس. شكله ولد، هي سكس يعني كانها بنت قالت. ممكن هي بنت بس ما يعني انتبهنا. طيب وش هالمبنى الجديد؟
وش هذا كشاف؟ وش السجن؟ ما أدري إذا هو، بس ما أتوقع هي المدرسة، أتوقع إنه طلعنا منها أو يمكن لسه فيها. الحين راح أبين. السطوة معلقة، والله بغى يطيح بس زين سحبنا. اوكي والله من الصدمة. وش فينا هنا مو قادر اضبطها، شكلها من الصدمة الحين مصدوم انه اللي معانا طلع سكس. خلني لحظة كذي، اخيرا الفشل. طلع من أول. شو السالفة؟ اجي على، يمكن اجي على قدام شوي، اجي على قدام. أخيرا أتوقع أنها مستشفى، في ضمادات وأسرة. يمكن أشيل اللي هناك وأحطه هنا. دينا ناخذها. تاخذ هذا تحطه هناك عشان ينفتح. Thank you.
صارت سيكس هي اللي تتولى القيادة، يعني كان صار هو الشخصية الرئيسية. بيه كان حلو. ايه مستشفى هذا. خلنا نجي هنا نشوف. في طريق هنا. لحظة خلنا نشوف شيء. هيا صرت نحتاج علبة عشان نشغل هذا. نفس الحركة في المدرسة. ما أدري وش سر هذا الشيء اللي يتكرر. يتركض في مكان كذي. وهذيك العلامة شكلها على شعار اللعبة العين. هذه الحركة يعني أكيد لها شيء، لها تفسير يعني. طيب نسويها جميع. ليش ما تساعدني؟ نحط شيء هنا. روح نحط حاجتين هنا. ومفتاح. يا ساتر. طيب كيف نسوي؟
يمكن لازم هنا. طيب وش هذا؟ فورن، بس وش فائدتها؟ كان بعدين اكس راي. لا يكون هذا شو اسمه اسوي له اكس راي. تعال اخليك هنا. وش هذا عنده؟ ما ادري ايش هذاك يدخل. استخدم القبعات او قبعة يعني هاي. ما ادري ايش هذا ما اخذل.
اخذ منها هذا. في شيء ها أو إن الأشياء دي يعني أحطها هنا. يمكن احط هذه الاشياء مخ قبعات. انا البس هذا اللبس. اروح مثلا. طيب والله ما انا فاهم بس خلنا اخذ واحد من هذولا وانزل به يعني ارميه في الفرن هناك اشوف يمكن يصير في شيء يعني استبعد بس او يمكن حسب الصورة هذه يعني نوقف حسب الصورة. لحظة هذا الكلب خلنا نشوف. اي والله دخل. رمته هنا. متحمس اعرف ايش صار. مفتاح. كذي. يعني يمكن الاكس راي هو اللي يوضح لك اذا في شيء او لا. أنا أقول ليش
الاصفر ماسك الدميه اللعبة. أكيد هنا المفتاح. سو المشرح. والله مرعب. ليش ما يساعده؟ أيوة هنا. ساتر ان شاء الله اركب لها راس يعني. صح لا اوف الحك. شاطر اوكي هذا خلينا ما اقطع عليها. خيرا اوه هذا اللي احتاجه. بس كيف رجع؟
كان هنا عجيبة. صار تمام. والله بالصدفة هالشكل. طيب هذا ايش تسوي؟ اوكي اتوقع نحطه هناك في البداية عشان نجيب الثنتين. من هنا اتوقع نجيب واحدة ثانية تصير ثنتين. تعال ساعدنا. يا ساتر يا شباب. والله شكلها بتلحقنا هذه ممرضة. خاف من النور شكله. يا ساتر. كيف نتعامل مع هذي؟ ما تتحرك الحين. اوكي التصويب المصباح هذا. المصباح اليدوي يوقفها.
والله صعب يا حلو يا رجل اصطناعية هذا فعلا الأجواء مرعبة جدا إيش اوف اخيرا هنا Thank you.
اوف ما شاء الله. والله كما شاني. طيب كيف توصل؟ أجل هذا يعني أقوم من الكرسي. الهدف أقوم من الكرسي. أتوقع الهدف إنك تقاومه من الكرسي عشان أنت تجرى.
خلينا نشغل الانوار بسرعة. ممكن الحين يمديك تجرب. ايوه اوكي يا شباب طولنا، خلنا نوقف هنا وكمل ان شاء الله المره الجايه. اتمنى هذا الفيديو عجبكم، نشوفكم ان شاء الله على خير وفي امان.